أهلا وسهلا مشاهدين، واصل معكم ضفقنا الصباحي الحيفي. جانب آخر يتعلق ب يعني انفتاح الحديث للتكنولوجيا، أصبح في متاح أيدي كل الشباب سواء كان في مجالات الهندسة أو مجالات أخرى أنه يخترعوا بعض الريبورتات ممكن تساعد الأشخاص في حل كثير جدا من القضايا. هي أصبحت منافس رئيس جدا للإنسان طبعا، او مساعد برضه. صحيح، مساعد يعني، او ممكن تكون مساعد. عموما فكره الروبوت، يعني احنا كنا بنتعامل مع الموضوع ده في السودان انه يعني حاجه صعبه كده ان احنا نخش المجال ده ونكون فيه مبدعين ونقدر نكون ناس كرييتيف، لكن اتضح انه في عدد من الشباب والشابات هم كان لهم يعني خبره او زمن طويل في هذا المجال. حب نحيي من هنا مدارس الموهوبين، هذه المدارس اللي بتهتم إنها تنمي هذه المواهب وتقدرها، وبعدها تفرد لها مساحات في عدد من المسابقات والفعاليات العالمية. صحيح. عشان يصقلوا هذه الخبرة ويقدموا أفضل ما عندهم. صحيح. طيب، في مشاركة خارجية كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحديد مارة دبي، في مشاركة كان لشباب من السودان. احنا دائما نفخر بشبابنا لأنه بيمثلوا السودان خير تمثيل في كل المحافل الدولية. المسابقة دي شاركوا فيها خمسة طلبة واثنين مشرفين. صحيح. احنا نتعرف على جل التفاصيل دي مع ضيفنا الكريم باش مهندس راشد التجاني، أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم. أهلا ومرحبتين، صباح الخير. كيف صباح الخير، كيف حالكم؟ شكرا لكم على الاستضافة، ويعني سعيد انه نحن نكون معكم هنا. طيب احنا نعتذر لك انه ربما كان مربوط بالتقرير الاخر، لكن احنا سعداء انك تكون معنا. احمد عبد الودود، شكرا اول حاجه على رحاب صدرك، ونحن سعداء انك تكون معنا صباحا. صباح الخير، شكرا لكم، وانا الاسعد انه انا اكون هنا وامثل الفريق بتاعي في صباح الشروق. يعني احنا قبل فتره كنا متابعين قبل ما انتم تسافروا للمسابقه، استضفنا واحده من اعضاء الفريق اللي هي مشاركه في فيرست جلوبال، المسابقه العالميه دي. ويعني الحقيقه احنا لما تونسنا معاه كده حسينا قدر شنو في شباب مجتهدين ومتطلعين ومتابعين التطور في العالم. يعني واضح جدا ان احنا فقط تنقصنا الامكانات والدعم الكافي، لو لقيناه ممكن نبدا في المجال ده. فإحنا وصلنا معاه لحد بدايتكم وكيف الفريق يتكون والمدارس قدمت لكم شنو والأساتذة وشكل المسابقة وكذا، فنواصل من هنا. بعد ما وصلتوا هناك في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي، كيف كان شكل المسابقة وكيف كان شكل الوفد السوداني وتفاعله مع كل الفعاليات وتفاعل الوفود الأخرى معاكم؟ طيب صراحة زي ما حكت زميلتي سارة، يعني لما كانت عندكم هنا من قبل، أنه نحن فعلا تعبنا في موضوع الرعاة وموضوع الرعاية وانه انت تلقى دعم في السودان، بس الحمد لله كان لقينا مجموعة من الرعاة اللي هم ثلاثة رعاة، مدارس الموهوبين وشركة بيلسان للإبداع، وسبونسرنا او راعينا الأخير هي شركة منجد، واللي هم أكثر نحن ناس هم قراب لنا لأنهم شباب زينا وعندهم يا دوب شركة ناشئة، بس هم آمنوا بينا وقرروا أنهم يدعمونا. تفهمين أفكاركم. أيوه، في رحلتنا دي. لما وصلنا دبي طبعا المسابقة يعني هي تقريبا أضخم مسابقة في العالم، فيها أكثر من 190 دولة من يعني من كل دول العالم تقريبا، في فريق من كل دولة جاي مشارك. استقبلونا في المطار وودونا على محل ما نحن نازلين، وبدينا طبعا التجهيزات طوال المسابقة. الحمد لله نحن بدينا كان نتفاعل مع الأتيام عبر السوشيال ميديا، وسائل التواصل كلها قبل ما نصل هناك، فلقينا مجموعة من الأصدقاء بانتظارنا هناك من مختلف أنحاء العالم، من دول كثيرة، يعني في دول حتى هم يعني أفريقية مثلا زي جنوب السودان، زي دولة إثيوبيا الشقيقة، كلهم كانوا بانتظارنا ورحبوا بينا، ويعني قدرنا نتواصل معهم ونتفاعل معهم. والحمد لله المسابقة مشت على خير، كانت 6 أيام الحمد لله، قدرنا نربح فيها من اصل 20 جائزة، تيم السودان قدر يشيل 3 جوائز الحمد لله. لكل اليابانيين المشاركين والامريكان والاوروبيين، احنا شلنا 3 جوائز. ايوه، شلنا 3 جوائز من اصل 20 جائزة. طيب جميل، احنا نرجع بك من المسابقة نمشي طوال للبدايات بتاعتك انت. معروف واحدة من دوافع الانسان واساسيات نجاحه، طيب دوافع الانسان اللي هي فيها الصبر والالتزام كان بتحقيق الحلم او غيره، لكن قبل كذا كنترول لو طلع لنا الصوره على الهواء نعلق عليها قبل ما نجي للمحور القادم، محور المشاركات الخارجيه، نعلق على الصوره دي.
الصورة دي صفحة شيء دي قفف عشان النادي. ايوه كويس. الصورة دي كانت في اليوم الثقافي. كان في يوم وطني بتعرف الناس. نحن هنا عملنا زي فوتو سيشن لبسنا فيه الجلاليب والثياب والثق يعني الهدوم الثقافية بتاعتنا وعرضناها على باقي الفرق وعملنا مبادلة اسمها جلوبال كلتشر او يعني بمعنى كلتشر عالمي او ثقافة عالمية. أه. اللي هو فكرتنا كانت انه عمل الوفد السوداني. ايوه عمل الوفد السوداني. الفكرة كانت انه عايزين نتشارك ثقافاتنا مع باقي الدول. يعني فبتلقى دول مثلا زي موريتانيا عندهم برضو زي الثياب والجلاليب بتاعتنا. صحيح. تلقى دول تانية مثلا في افريقيا برضو في غرب افريقيا عندهم الثياب لكن مثلا ما عندهم الجلاليب. دول عندهم العمم. فكان هدفنا انه احنا نوري العالم انه نحن بشر في الاخر. نحن كلنا واحد. فثقافاتنا حتى هي متداخلة. يعني ما تكون المشاركة فقط تتعلق بالجانب العلمي طبعا. لكن تبرز الهوية السودانية للعالم الخارجي لانه المسابقة دي فيها من جميع انحاء العالم فبالتالي يزول بتبادل ثقافته بيكون في صوره ذهنيه ايجابيه عن البلد. نبدا لجانب الدوافع واساسيات النجاح. لو جينا لجانب الاختراع هل انت من زمان عندك شغف كبير جدا مع عمليه الاختراع من زمان بتصنع كذا وانت في المدرسه وفي البيت؟ طيب انا شغفي بدا يمكن من عمر 3 سنين بالكمبيوتر. اول ما ابوي كان جاب جهاز كمبيوتر في البيت وكذا ولما كبرت شويه الحمد لله قدرت ادخل مدارس الموهوبين اللي هي فعلا وفرت لنا البيئه المناسبه انك انت تقدر تنمي مواهبك وتكتشفها اكثر. وعلى هذا النسق برضو كل الشباب اللي كانوا معي هم انا عرفتهم برضو من مدارس الموهوبين. فهي الحقيقه نمت فينا الحاجه دي يعني من احنا صغار انه بنشارك في معارض بنلاقي ناس يعني في مجالاتنا اللي احنا عايزين نمشي فيها هم بيكونوا ناس مثلا بالنسبه لنا ناس خبيرين في المجال ده فبيدونا من خبرتهم. فالحاجه دي كانت يعني بتدفعك لقدام انك انت تمشي في المجال بتاعك تستمر فيه. يعني دول العالم كلها لما تكون عاوزه تعمل مشروع او فكره بتدرب عليه ناس من هم صغار. صح. بيشوفوا ميولهم وكده. بعد ما انتوا سافرتوا وجيتوا هل حسيتوا انه في اهتمام من الحكومه بالجانب ده؟ يعني هل حسيتوا ان احنا ممكن ندخل مجال تصنيع الروبوتات بعد ذاك نطبقها ولو على مجال على حاجات بسيطه يعني تخدم الانسان السوداني وتكون شكل من اشكال التطور؟ طيب حقيقه نحن قبل ما نسافر كان قابلنا مدير جامعه السودان بروف عوض السودان العلوم والتكنولوجيا. ايوه المدير الجديد. فهو رحب بينا يعني صراحه بصوره مختلفه وابدى اهتمامه في الحاجه اللي نحن بنعمل فيها وقال انه نفسه يقابلنا حتى بعد ما نرجع عشان نشوف كيف نحن ممكن يعني ننقل الخبره ان نحن ممكن نكون جينا بها من المسابقه دي ننقلها للشباب الموجودين هنا. وفعلا دي الهدف بتاعنا انه نحن ان شاء الله عايزين نجي نعمل مع شركه بيلسان اول معهد للروبوتات في السودان. وده شيء جميل كمان مساعده لكل يعني مدراء الجامعات في كل مكان انه لما يكونوا واقفين مع ابنائهم الطلبه فبالتالي بدهم دفعه قويه جدا عن واصوا في هذه المسيره وانه نموا البلد كمان بخبراتهم. لو تكلمنا عن جانب اخر ما يخص بالريبورت نتكلم عنه شويه كذا فكرته كانت شنو وحل شنو بالنسبه للجهه اللي انت مشارك فيها يعني. طيب المسابقه السنه دي الموضوع العام لها كان نظافه المحيطات. فالجيم اللي كان مصمم المفروض يحله الروبوت كان الفكره بتاعته ان هو ملعب فيه زي برج في النص فيه طوابق وفي مجموعه من الكور باحجام مختلفه موجوده مشتته على الميدان. مهمه الروبوت انه يلقطها وينظف الميدان منها ويخدها في البرج ده. فنحن مهمه روبوتنا انه كان بيمشي وبكون بيجمع في الكور دي اثناء ما هو ماشي وبعد ذاك بيقوم بيرفعها بيخدها في الطوابق بتاعت البرج ده على حسب نحن عايزين نوصل للطبقه الثانيه او الثالث في البرج. طبعا انت بتشرح هذا الموضوع سهلته لنا شديد وانا عارف انه لكم شهور طويله جايين في الحكايه دي والموضوع شويه كان معقد يعني. خليني اتكلم عن الجوائز. اي جائزه والمسمى بتاعها وقدر شنو هي كانت مميزه بالنسبه للوفد السوداني انه احنا نتحصل على الجائزه دي تحديدا يعني الجوائز الثلاثه؟ طيب اول جائزه هي جائزه اخذها التيم كله اسمها جادجز اوورد او جائزه الحكام. هي جائزه يعني مجموعه الحكام الموجودين هناك بيقابلوا كل تيم فرديا بيعملوا فيهم معاهم مقابله بيشوفوه عمل شنو خلال رحلته المبادرات اللي عملها كده كيف كان تواصله مع باقي الاتيام وبحددوا اكثر تيم كان متفاعل ومتواصل مع باقي الفرق
وعلى الاساس بيدوه الجائزه دي. فنحن اخذنا فيها المركز الذهبي انه احنا كنا اكثر تيم متفاعل واكثر تيم عمل مبادرات خلال المسابقه. في ثاني جائزه السيفتي اوورد او جائزه الامان اللي هي جائزه بيدوها لاكثر تيم كان متبع اجراءات الامان خلال المسابقه. وفي الجائزه الاخيره بتاعت افضل مشرف اخذتها انا انه كنت يعني صنفوني احسن مشرف كنت لانه كنت مشرف على التيم ده ووفرت له الوقت والمساعده. يا سلام. طيب يا باشمهندس نحن الان شفنا في منصه التتويج انتم فرحانين قدر كيف. التمثيل ما فقط تمثيل جامعه ولا تمثيل جهه معينه، تمثلتوا السودان ومثلتوا شباب السودان في المحافل الدوليه. تكلم عن الاحساس العام وانت بتمثل بلد وقدر كيف ممكن يؤثر برضو في شباب زيكم انتم يكون عندهم مهمه كبيره انه يمشي لقدام عشان ينموا البلد كمان بخبراته. طيب حقيقه اللحظه دي بتاعت الفوز كانت مختلفه تماما. يعني هم ما على اقصى المسابقات كلها ما بيجوا يوروك انه انت حتفوز، بس نحن نادونا قال لنا تعالوا اقفوا هنا تمام، يعني كان برا الاستيج ده. فبعد شويه يعني بيذيعوا، بعد شويه قالوا تيم السودان الفايز بجائزه الجادجز اوورد او افضل جائزه. فزي ما انت شايف الشباب خشوا ومفعلين وفرحانين يعني، وكان بالنسبه لنا فعلا اللحظه بتاعت انتصار. يعني احنا مما اخذنا المهمه دي على عاتقنا كان هدفنا الاول ان احنا نشجع الشباب، نقول لهم انه انتم بتقدروا. يعني دائما الشباب لما نقول لهم روبوت بيتخيلوا حاجه بعيده مستحيله ما في زول بيقدر يعملها، بس حاجه يعني ما بتشبه ثقافتنا اصلا ده. اي خالص بيتخيل انه دي حاجه من المستقبل يعني. بس نحن كان هدفنا الاول انه نقول للشباب انه انتم بتقدروا، انتم بتقدروا تعملوا الحاجه دي، الحاجه دي ابدا ما مستحيله عليكم. طيب يعني انت كواحد من ال يعني احنا برضه بنفخر بالعباره دي كثير، من الجيل الراكب راس كده في في, في في السودان، واللي صنعوا هذا التغيير وبيجتهدوا انه يستكملوا التغيير ده بخدمه الشعب السوداني وخدمه السودان. دراستكم للمستقبل هل ناويين تكون في نفس المجال ده وحتدرسوا في السودان، حتدرسوا برا السودان؟ يعني كيف برضه حتطوروا الموضوع ده من ناحيه اكاديميه؟ التيم او الناس اللي انت بتعرفهم في مدارس المواهب عموما يعني. ايوه هم الشباب الخمسه اللي كانوا مشاركين ديل هم كلهم لسه ما دخلوا الجامعات، كلهم يعني في ايوه كلهم تحت ال 18 يعني 17 و 16 سنه، فهم حاليا داخلين على الجامعات. صراحه للاسف المناهج هنا ما بتدرس الحاجات دي او ما حتى بتركز عليها يعني. فنحن هدفنا انه عايزين ننقل الخبرات اللي من برا نقدر نجيبها هنا. يعني خلال رحلتنا تواصلنا مع مجموعه من الدول الفرق اللي كانوا عاملين معاهد في دولهم وهم جو منها، وصراحه يعني شجعونا كثير على الخطوه دي وبداوا يتواصلوا معنا انه ممكن يدونا المناهج حقتهم، ممكن يدونا الفرص التدريبيه للناس. فنحن هدفنا انه ننقل الثقافه دي، نحن نجذب الثقافه دي ونزرعها هنا في السودان. يا سلام. طيب في جانب اخر يتعلق يعني في ختام الفقره دي، ما عايز انك تمشي ساي لانه كل الناس اللي كانوا داعمينك واقفين معك كمان حتى الاسره الكريمه هي بتتابعك الان، لو عندك كمنيات طيبه تشجيع برضه بالنسبه للشباب على اساس انه يواصلوا في المسيره دي ويطلعوا للامام يعني. احمد ديك الفرصه. طيب احب اشكر طبعا اول شيء كل زول دعمنا، بقول لكم شكرا كثير انكم امنتوا بينا من الاول، والناس اللي ما دعمونا وشككوا فينا اتمنى انه السنه الجايه تدعموا الشباب اللي حييجوا لانهم الشباب ديل هم مستقبل السودان. شكرا جزيلا لك احمد عبد الودود المخترع والفائز بجائزه احسن مشرف في مسابقه فيرست جلوبال، وايضا عضو تيم او مشرف تيم السودان اللي فاز بجائزتين، جائزه الامن السيفتي وجائزه الحكام لاكثر الفرق نشاطا. كتر خيرك. شكرا لكم. شكرا جزيلا.